هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. بالنسبة للمباراة اليوم مع فريق الوداد البيضاوي، طبيعة الحال لعبنا ضد فريق كبير، فريق اللي كيلعب على البطولة ومن الفرق اللي يعني اللي كتنافس في إفريقيا. كل صراحة غنقول هنيئا للوداد لأنهم داروا مباراة كبيرة خصوصا في الشوط الأول. يمكن فريق شباب محمدية ما دخلش في المباراة في الشوط الأول، كنا تائهين، سيطروا على وسط الميدان خصوصا من طرف الداودي والجعدي، يعني امتلكوا الكرة بشكل كبير، خلاونا يعني كنجريو ورا الكره في طيله الشوط الاول. لكن في الشوط الثاني بعد التغييرات بدلنا في السيستم ديالنا في طريقه اللعب، ضفنا مهاجم ثاني وعززنا الجهه اليسار اللي كانت مصدر الخطوره ديالهم عن طريق ونجم اللي دار شوط اول رائع. وكما شفتوا سجلنا هدف، وكنا ممكن نسجلوا هدف ثاني تاع التعادل، لكن في اخر دقائق كيجي هدف يعني من ضربه خطا اللي كيعطي الامتياز والفوز للوداد. مع كامل الاسف ما دخلناش في المباراه من بدايه الدقائق الاولى، هذا هو اللي خلانا ناخذ هذه الهزيمه اليوم. طبيعه الحال كما قلت لعبنا فريق كبير، ما نقول الدراري ما تنزلوش يديكم، باقي قدامنا مباريات كبيره ان شاء الله، خمسه المباريات اللي خاصنا نجمعوا فيها بعض النقاط ان شاء الله باش نحقوا المبتغى ديالنا الا وهو الحفاظ على الفريق في القسم الوطني الاول. بطبيعة الحال حنا تكلمنا في هذا الموضوع أكثر من مرة، فبالإضافة للإصابات، لأن اليوم جوج لاعبين من ركائز تاع الفريق كيغيبوا علينا اليوم، المليوي في الهجوم وأفلاح في وسط الميدان كما قلتي. قدر اليوم اعتمدنا على العسال كوسط ارتكاز، أدى الدور ديالو على أحسن ما يرام، ولكن كيبقى الغياب ديال المليوي وأفلاح، سيرتو أفلاح في وسط الميدان اللي كيعمل واحد الدور كبير، أثر علينا اليوم بشكل كبير. كما شفتوا مباراة آسفي كان أفلاح موجود، سيطرنا على وسط الميدان، درنا مباراة كبيرة. اليوم الشوط الأول ما كناش في مباراة كما قلت، الشوط الثاني أنا راضي على المستوى اللي قدم فريق شباب محمدية في الشوط الثاني، لأن كانت ردة الفعل ديالهم كانت جيدة جدا. دابا ما كاين على خاصنا نعملوا الجانب الذهني اكثر من الجانب البدني او التكتيكي. فباقي خمسه المباريات، عندنا ثلاثه المباريات في الميدان ديالنا، ومباريات القادمين يعني مع السوالم ومغرب الفاسي عندنا في ملعب البشير، فلهذا يجب التركيز. انا قلت لهم بعد المباراه يعني هنأتهم مستوى الشوط الثاني اللي قدموا اليوم، وقلت لهم نحاولوا نركزوا ونفكروا في المباريات الجايه خصوصا المباريتين القادمتين، لان خدنا ست نقاط في المباريات هذه، فان شاء الله غادي نوصلوا ل 31 نقطة اللي غتخول لنا البقاء في قسم الوطني الأول. وكما قلتي الوضع صعب، لأن كما شفنا خريبكة اليوم فازوا، جديدة تعادلوا، يعني النقاط غادا كتقارب، ولكن يجب التركيز والاستعداد للمباريات القادمة إن شاء الله. الرسالة واضحة، فالرسالة نحن محتاجين للجمهور ديالنا خصوصا في الظرفية هذه، لأن الفريق يعاني هذه مدة يعني منذ التوقف تاع البطوله ومنذ المشاكل اللي كانت في الفريق في المده الاخيره. فاحنا محتاجين بشكل كبير للجمهور ديالنا باش يوقف الى جانب اللاعبين والى جانب الفريق ديالو، لان احنا بحاجه ليهم خصوصا في المباريات القادمتين ضد السوالم وضد المغرب الفاسي اللي غيكونوا في الميدان ديالنا. كنتمنوا ان شاء الله الجمهور من حقه انه يغضب علينا، ومن حقه انه ما يكونش راضي، لان النتائج الاخيره كانت يعني ما نقولش كارثيه، ولكن ما كانش في المستوى الطموح تاع فريق شباب محمديه والجماهير تاع شباب محمديه، ولكن كنطلبوا منهم يصبروا معنا، لان الفريق شاب كما هذا الموسم. الفريق غادروا يمكن 11 او 12 لاعب الموسم الماضي، قدرنا باش نكونوا فريق من الشبان ومن اللاعبين اللي يرجعوا من الاعاره. كما شفتوا كنقدموا مستويات كبيره، ولكن مع كامل الاسف في المباراه الاخيره كما قلت ما خضرناش نربحوا نقاط كثير. لهذا يجب على الجمهور ان شاء الله باش يتفهم الوضع تاع الفريق واللاعبين، ويكون بجانبنا في المباريات القادمه ان شاء الله. فمباراه تكون صعيبه بطبيعه الحال، خصوصا غنلعبوا ضد الرجاء يعني، ولكن اللي كيبغي ينافس على الكاس من الضروري انه يفوز على الوداد وعلى الرجاء وعلى الجيش، الفرق الكبيره والفرق اللي كتلعب على الادوار الطلائعيه. فمباراه قويه، ولكن مباراه الكاس كتبقى دائما متكافئه. عندنا الحظوظ ديالنا والرجاء عندهم الحظوظ ديالهم، استعدوا لها كجميع المباريات، لكن كتبقى مباراه كاس كتبقى مهمه بالنسبه لنا، لان مشينا في الكاس هذه السنه هذه بشكل جيد، فلازم ان شاء الله نكملوا فيه. بالرغم ان عندنا كما قلت لك
الأهمية الكبرى هي البقاء بالفريق قسم وطني الأول، ولكن كيبقى ملي كتوصل ربع النهائي كيبقى يبان لك المباراة النهائية قريبة، فالحظوظ ديالنا ولاد الرجاء البيضاوي متكافئة، وإن شاء الله نتمنوا نمروا النصف النهائي عن طريق الرجاء إن شاء الله، ونعاودوا نتلاقاو مع الوداد الفائز في الوداد وطنجة. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.